الأخت السائلة تقول بأنها نزلت عليها الدورة الشهرية في شوال وتعدت أيامها بعد ذلك المعتادة ولم تطهر، كيف تصلي؟ تنتظر حتى ينقطع الدم، لأن العادة يمكن تزيد، فتنتظر إلى أن تنقطع، إلى أن تبلغ 15 يوم، هذا أكثر الحيض. فإذا بلغت 15 يوم ولم ينقطع فإنها تغتسل وتصلي، تعتبر الباقي استحاضة. نعم.